شكرا سيد الرئيس. اسمح لي بداية السيد الرئيس أن أحيي معالي وزيرة خارجية باكستان وأن أرحب بها وأن أتوجه لجمهورية باكستان الشقيقة بالشكر على المبادرة لعقد وترأس هذا الاجتماع الهام المخصص لبحث مسألة مكافحة الإرهاب، وهي الآفة التي تعهدت جميع الدول الأعضاء بالعمل للقضاء عليها. كما أشكر وفد باكستان الدائم على الورقة المفاهيمية التي قدمت بهذا الشأن، وأريد أن أغتنم فرصة انعقاد هذه الجلسة لأعبر باسم حكومة بلادي عن تعازينا الحارة لحكومة وشعب باكستان جراء العمل الإرهابي الذي ضرب مدينة كويتا وأودى بحياة العشرات من الأبرياء. إن تعاطفنا سيد الرئيس مع الباكستان حكومة وشعبا ينبع من إيماننا من ناحية المبدأ بضرورة مكافحة الإرهاب بشكل جماعي وشمولي، لكنه ينبع أيضا من واقع أليم ضرب اليوم جامعة حلب، عمل إرهابي جبان استهدف طلاب جامعة حلب وهم يقدمون امتحانات منتصف العام الدراسي فأودى بحياة 82 طالبا وأدى إلى إصابة 162 طالبا آخر بجروح. كنا دائما سيد الرئيس نقول بأن الجماعات المسلحة الإرهابية في بلادي تغتنم دوما وتنتهز فرصة انعقاد مجلس الأمن للقيام بعمل إرهابي داخل سوريا، وهذا ما حصل اليوم بالضبط، ربما للمرة العاشرة أو للمرة العشرين منذ بداية الأزمة في بلادي. السيد الرئيس، لقد اخترتم لاجتماعكم هذا عنوان هو اتباع نهج شامل إزاء مكافحة الإرهاب، ونحن نشاطركم الرأي في وجاهة اختياركم لهذا العنوان، فكم نحن اليوم بحاجة لهذا النهج الشامل في مكافحة الإرهاب، وكم هو الشبه كبير بين الأدوات والأساليب التي استخدمت وتستخدم من قبل الإرهابيين في دول كثيرة من الدول الأعضاء وتلك التي تستخدم اليوم في بلادي، وكم من إرهابي أجنبي عابر للحدود ينشط في سوريا كان له في الماضي دور سابق في مقتل وجرح مواطنين في دول عديدة أخرى، وكم من إرهابي يمارس إرهابه اليوم في سوريا سوف ينتقل مستقبلا إلى مناطق أخرى تماما كما حصل في الماضي القريب وما يحصل اليوم. واهم سيد الرئيس من يعتقد أنه قادر على إخراج الجن من قمقم الإرهاب وأن يتمكن من التلاعب به وأن يعيده إلى قمقمه حين يريد، هذا وهم، لأن من يلعب بالإرهاب سيصبح يوما ما ضحية له. وبالرغم من الإقرار الدولي المتأخر بوجود مجموعات إرهابية مسلحة يتبع بعضها لتنظيم القاعدة ترتكب أفظع الجرائم في بلاد سوريا، فإن بعض الدول لا تزال مستمرة علنا في سياساتها الداعمة لهذه التنظيمات الإرهابية، ما
من خلال مدها بالمال والسلاح والتدريب وأصدار الفتاوى وتوفير الملاذ الآمن لها ودعمها سياسيا وإعلاميا. اليوم سيدي الرئيس أضرب مثالا على تلك التغطية الإعلامية، مثالا عمليا أيضا. اليوم قامت مجموعات إرهابية مسلحة بالهجوم على منازل ودور سكن أفراد في الجيش السوري في منطقة درعا، مدينة درعا في جنوب سوريا، حيث كانت توجد النساء والأطفال فقط. قامت المجموعات المسلحة بالهجوم الإرهابي، فقتلت من قتل من قتلت، وجرحت من جرحت، وأهانت من أهانت. لكن الشيء المهم في الموضوع هو أن قناة العربية التي تعتبر غرفة عمليات عمليا لتوجيه هذا العمل الإرهابي قد نشرت الخبر قبل حدوثه، واعتبرته ضربة موجهة من الجماعات المسلحة في سوريا ضد النظام. هذا هو بالضبط ما نعني به الحماية الإعلامية والدعم الإعلامي للإرهاب والجماعات المسلحة في سوريا. لقد تبنت تنظيمات إرهابية مرتبطة بالقاعدة علنا عمليات إرهابية ارتكبتها في سوريا استجابة لدعوات صادرة عن قيادات في تنظيم القاعدة. ومن بين هذه التنظيمات تنظيم جبهة النصرة الذي أعلن مسؤوليته عن الكثير من العمليات الإرهابية في سوريا. وقد أكدت قناة CNN الأمريكية، قناة CNN الأمريكية وليس التلفزيون السوري، أكدت هذه القناة مؤخرا بالتعاون مع مراكز أبحاث غربية متخصصة أن جبهة النصرة مسؤولة وحدها عن أكثر من 600 عملية إرهابية شهدتها سوريا خلال العامين الماضيين. سيد الرئيس، لقد قرعنا ناقوس الخطر مرارا في هذا المجلس ودعونا للتبصر والحكمة، وحذرنا في مئات البيانات واللقاءات والرسائل الرسمية التي قدمناها للأمم المتحدة وأجهزتها خلال الأزمة في سوريا من مخاطر تدفق الإرهابيين إلى بلادي تحت مسميات هدامة مثل الجهاد المذهبي والطائفي والحرب المقدسة ضد النسيج الاجتماعي المتنوع الذي يميز الشعب السوري. وطالبنا الدول الداعمة لهذه الجماعات الإرهابية بالكف عن ذلك، ودعونا مجلس الأمن والجمعية العامة ولجان مكافحة الإرهاب لتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن. إلا أن دولا ذات نفوذ أحبطت اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمكافحة الإرهاب الذي يمارس في بلاد سوريا. لا بل إن هذه الدول ذات النفوذ في هذا المجلس قد حالت حتى دون إصدار 7 بيانات صحفية تدين عمليات إرهابية أودت بحياة مئات السوريين الأبرياء. علاوة على أن دولا ذات نفوذ حالت دون إصدار بعض الرسائل ذات الطابع العاجل التي وجهتها باسم حكومة بلادي للسيد رئيس المجلس وللأمين العام بتاريخ 21 نوفمبر تشرين الثاني، والتي تتضمن أسماء 143 إرهابياً أجنبياً قتلوا في سوريا، وهذه الرسالة لم يتم إصدارها كوثيقة رسمية حتى هذه اللحظة رغم مضي شهرين على توجيهنا لهذه الرسالة. وعلى الرغم من أن تقارير الأمم المتحدة نفسها قد أشارت مؤخراً إلى وجود مقاتلين أجانب من أكثر من 29 دولة في سوريا. سيد الرئيس،
إن الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها بعض المجموعات في سوريا قد بلغت مستويات خطيرة، سواء من ناحية الكم أو النوع، حيث استهدفت هذه المجموعات المرافق الحيوية والبنى التحتية في عدة مناطق بهدف إحداث تدمير شامل وتجفيف كل مصادر عيش المواطنين من غذاء ودواء ومصادر طاقة ومشتقات نفطية وطرق مواصلات ووسائل اتصالات. ولا يمكن لأي سوري أن يقتنع بأن قيام هذه الجماعات المسلحة المدفوعة بالبترودولار الأسود وبكم هائل من الحقد واللاوطنية بتجويعه وحرمانه من مسكنه وأمنه وتركه يعاني البرد والمرض ودفعه إلى مخيمات اللجوء هو ربيع يروم من أجل مصلحته ويهدف للإصلاح والحرية. وكيف نفسر استهداف تلك المجموعات الإرهابية المساعدات الإنسانية الدولية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها، واغتيال متطوعي الهلال الأحمر السوري، وإطلاق التهديدات بحق العاملين الدوليين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا؟ وما هو المدلول الإنساني لاستهداف الطائرات المدنية؟ من المؤكد أن هدف هذا الإرهاب الأعمى الحاقد الذي ينفذ في سوريا هو تحطيم الدولة والمجتمع، وليس نشر الديمقراطية وإصلاح آليات الحكم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وهي كلها أمور مطلوبة شعبيا في سوريا، ويوجد حولها توافق بين صفوف الشعب السوري. سيدي الرئيس، إن الأهداف المشبوهة التي تعمل بعض الدول على تحقيقها من وراء دعمها للإرهاب والتطرف في بلادي بدأت بالظهور على السطح. فها هي إسرائيل تستخدم حجة تغلغل مجموعات إرهابية متطرفة في منطقة الفصل في الجولان من أجل تبرير قيامها ببناء جدار على طول خط وقف إطلاق النار، جدار بطول 42 كيلومتر فوق أراضي الجولان السوري المحتل في منطقة فصل القوات. والأمر الذي يتبادر إلى ذهن أي مبتدئ في السياسة هو السؤال عن الجهة التي دعمت نشاط هؤلاء الإرهابيين من أجل تمكينهم من الوصول إلى هذه المنطقة، والجهات التي ساعدت في نشوء مثل هذا التحرك وهيئت الظروف اللازمة له في هذا التوقيت بالذات، خاصة وأن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة قد تجاهلوا المعلومات الموثقة التي وافيناهم بها في حينه بشأن التسهيلات التي تقدمها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الجولان لهؤلاء الإرهابيين. ألا يحق لنا التساؤل هنا سيد الرئيس وأنتم معنا، أوليس أول المشتبه بهم في أي جريمة هو المستفيد من نتائج هذه الجريمة؟ إننا نشهد إرهابا موجها يرتدي لبوس تجار الدين والإعلام ويتجسد في الفتاوى التكفيرية والجهادية المتطرفة التي يطلقها بعض منتحلي صفة رجال الدين من على شاشات قنوات فضائية مروجة للجهل والإرهاب، وإنما تحفل به الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تحريض على الإرهاب والجهاد المزعوم في سوريا ودول عربية وغربية أخرى، لابد أن يدفعنا للتمعن مليا في جدية جهود الأمم المتحدة لمواجهة استخدام الإرهابيين للإنترنت ولوسائل الاتصال في نشر أفكارهم وتضليل الشباب البريء. ولا بد من التساؤل سيد الرئيس أيضا
لمصلحة من امتطت دول غربية معينة موجة المطالب الإصلاحية المشروعة في العالم العربي وحرفتها عن مسارها متحالفة مع تنظيمات إسلاموية متطرفة ما إن وصلت للسلطة حتى كشفت أقنعتها وبدأت بالبحث عن قواعد لها في دول لم تعرف مثل هذه التنظيمات سابقا. ولمصلحة من سيد الرئيس يهرب السجناء والمعتقلون من عناصر القاعدة من السجون ويرسلون إلى سوريا بتمويل ودعم من دول وأطراف معروفة كتركيا وقطر والسعودية وجماعة سياسية محددة في لبنان؟ ما بين أحلام الخلافة الإسلاموية لدى البعض وأوهام إحياء السلطنة العثمانية لدى البعض الآخر ونظرية الفوضى الخلاقة لدى آخرين، تعاني شعوب وتدمر صروح، وعلى مذبح التطرف تقتل الحكمة. سيدي الرئيس، لقد استغلت الحكومة التركية ما يعانيه الشعب السوري لممارسة قرصنة وإرهاب اقتصادي تمثل في التواطؤ مع الجماعات المسلحة لسرقة ما يقارب 1500 منشأة صناعية ودوائية وتفكيكها ونقلها من مدينة حلب إلى تركيا. إن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف السوريين في عوامل تنميتهم ومصادر رزقهم مدانة شأنها في ذلك شأن جميع عمليات الإرهاب التقليدية التي تؤدي إلى قتل ودمار آني، وتستوجب رداً حازماً من مجلس الأمن يلزم الحكومة التركية بإعادة الممتلكات المسروقة لأصحابها السوريين وتقديم التعويضات للمتضررين. وكما دعا رئيس الحكومة التركية قبل أيام الدول الإمبريالية، هكذا هو وصفها، إلى إعادة الثروات التي نهبتها من أفريقيا، فإن عليه أن يدعو حكومته لإعادة المسروقات التي نهبتها من سوريا والكف عن ممارساتها التي تسيء للشعب التركي الشقيق ولعلاقات الجوار بين البلدين. إن هذا سيدي الرئيس غيض من فيض، فالتدخل الإقليمي والدولي في شؤوننا الداخلية أصبح فجا، والتغاضي عن انتهاكات بعض الدول لأبسط المبادئ التي قامت عليها ما يسمى بالشرعية الدولية صار مخجلا، واستغلال الدم السوري لتنفيذ أجندات سياسية وإرهابية شريرة تدميرية أضحى فاضحا. كيف يمكن سيدي الرئيس التحرك لمحاربة الإرهاب في مالي وفي نفس الوقت يتم تشجيع ورعاية وتسليح نفس الإرهاب في بلاد سوريا؟ ختاما سيدي الرئيس، أود أن أوجه التحية لزملائي أعضاء المجلس الجدد المندوبون الدائمون لكل من أستراليا والأرجنتين وجمهورية كوريا ورواندا واللوكسمبورغ على انضمامهم لعضوية مجلس الأمن، وأتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في دفع عجلة تعامل هذا المجلس بشكل حاسم مع مسألة مكافحة الإرهاب في العالم قاطبة. وشكرا سيد الرئيس. I thank the